المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة من حديث الناس، أهلا بكم. من خلال هذا البرنامج نحاول أن نوصل صوت المواطنين إلى المسؤولين ليكون العين الصادقة التي تنقل الحقيقة إليكم. يعد السودان من أكثر البلدان تصديرا للصمغ العربي، وهو كان يصدر ما مقداره 80% من جملة ما يصدره العالم. وبعد أن وقعت بعض المشكلات على الصمغ العربي، أيضا ما يزال السودان هو المتصدر في تصدير الصمغ العربي، إذ يصدر ما نسبته 50% من جملة ما يصدره العالم من الصمغ العربي. في حلقتنا الليلة نتحدث عن الصمغ العربي وما يمكن أن يسهم به في توفير العملات الحرة للبلاد. نسعد أن يكون معنا داخل الاستوديو الأستاذ ضفع الله عبد الله، نائب مدير شركة أم القرى للصمغ العربي. و مرحبا بك أستاذ ضفع الله ومرة أخرى وبإطلالة جديدة. مرحبا أستاذ عثمان، ومرحبا بالسادة المشاهدين. أقول بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، صلى الله عليه وسلم. وبعد، ومعلومات الصمغ، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في أن نسلط الضوء للحقائق، كل الحقائق، ونساعد المسؤولين في اتخاذ القرار المناسب لانتشال البلاد من وهدتها إن شاء الله سبحانه وتعالى. وكعادتنا مشاهدين الكرام معكم، نتساءل ما الكميات المنتجة من الصمغ العربي بالطن، ثم ما هي الجهات التي تصدر الصمغ العربي، وما مقدار ما يوفره الصمغ العربي من عملات حرة، وما هي المشكلات التي تواجه صناعة وإنتاج الصمغ العربي. نجيب عن هذه الأسئلة، لكننا كالمعتاد نبدأ بالتقرير. الصمغ العربي وقصة شعرة معاوية التي لا زالت تصل حبل الود بين السودان وأصدقائه وحلفائه في الغرب، وذاكرة المشهد الاقتصادي الحاضرة أيام الحظر الاقتصادي على الخرطوم الذي كبل صادراته وأقعد بميزانه التجاري وغيبه عن السوق العالمي. كان الصمغ العربي ولا يزال في حل من هذا القيد المدروس ذا الأهداف المرتبة والمعلومة، لكن ما يأسف له الخبراء هو سوء السياسات المخططة للاستفادة من عائدات هذا المورد الاقتصادي الذي يتصدر السودان قائمة الدول الغنية بهذا المنتج. استراتيجية وخاصة لدولة زي السودان، الآن أصبح طبعا معروف أن الصمغ يدخل في كثير من المدخلات، يدخل في كثير من التركيبة، يدخل في الأدوية، يدخل في مستحضرات التجميل، يدخل في الحلويات، في السكريات، يدخل حتى في الأسمنت، لأنه هي مادة بتساعد على التماسك، ولعلها مهمة جدا، والعالم فطن للأسمنت للصمغ العربي، ولعله السودان واحد من الدول حتى عند الحظر الاقتصادي على السودان من أمريكا يسمح بطريق غير مباشر للصمغ العربي أن يدخل أمريكا. والقصة كانت معروفة عن طريق فرنسا وعن طريق يعني بعض الوسطاء وما إلى ذلك. الصمغ العربي ما كان بيشكل عندنا مكون اقتصادي كبير في الناتج القومي، لكن الآن في السنين الأخيرة أصبح يشكل جزء كبير جدا، ولعله لأنه أهمية الصمغ العربي لذلك أصبحت فعلا في يعني دواعي للاهتمام بالصمغ العربي. مراقبون يرون أن الصمغ العربي هو المورد الاقتصادي المهمل حتى الآن لضعف السياسات تجاه العناية به وباتحاداته المنتجة، في وقت لم يسجل الطلب عليه في الأسواق العالمية عجزا ولو لساعة. واحد من الأدوات الخفية للسودان ما كان عنده فيها ظاهر، يعني حتى في أيام الحظر الأمريكي كان الصمغ معفي لقوة الصمغ العربي. واحدة من الحاجات الأساسية، الصمغ العربي يعمل فيه حوالي أكثر من 6 مليون سوداني في 11 ولاية، ولكن للأسف الشديد صادراته في الفترة الفاتت كانت غالية جدا، من 6 مليون ل 100 مليون دولار، وفي الفترة الأخيرة قد تحسن إلى 50 مليون دولار. واحدة من الحاجات الأساسية التي يجب أن ننظر إليها اللي هي وضع سياسات جديدة مشجعة لمنتجي الصمغ العربي. واحدة من الحاجات الأساسية الممكن تشجع المزارعين الصمغ العربي باللي هي إقامة تعاونيات، وخصوصا بعد قانون المنتجين اللي هي بيسمح لمنتجي الصمغ العربي بانهم يتشاركوا تعاونيا لزياده صادرات الصمغ العربي.
تقارير غير رسمية تؤكد أن أسواق المحاصيل بمدينة الأبيض استقبلت 100,000 طن من مناطق الإنتاج المحيطة بالسوق من محصول الصمغ العربي، ما يدحض حجة البعض تجاه عجز الصادرات في جذب عملات أجنبية إلا إذا اتفق الحال مع ما ذهب إليه الخبراء من هشاشة وضعف السياسات. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام ومشاهداتنا الفاضلات، نعود إليكم بعد أن تابعنا هذا التقرير. شكرا للإخوة الذين قاموا بإعداده وتنفيذه. أيها الأحبة الكرام، نذكركم بأنه يمكنكم متابعة بثنا الحي على الإنترنت، ويمكنكم أيضا الاتصال بنا من خلال الأرقام التي تظهر على الشاشة، ويمكنكم مشاهدة هذه الحلقة لاحقا على قناتنا على يوتيوب، ويمكنكم أيضا التواصل مع هذا البرنامج وغيره من برامجنا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك أستاذ دفع الله، وسعداء بك مجددا، ويبدو أنك متشعب المهام، وكما تحدثت البارحة حديث القلب إلى القلب، اليوم أيضا نتوقع أن تتحدث حديثا طيبا. دعنا نبدأ معك سؤال المهم حتى نقدر حجم المنتج وبالتالي نتحدث عليه بالطن. تقريبا كم يعني إجمالي المنتج من الصمغ العربي على أرض الواقع؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البدء خليني أديك برضو مقدمة بسيطة عن زي ما ورد في التقرير عن الصمغ العربي وهميته واستخدامه وإنتاجيته. فنحن حقيقة نحن الدولة الأولى في العالم في إنتاجية الصمغ، بالذات صمغ الهشاب. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى حبانا بما يعرف بحزام الصمغ. الحزام الصمغ ده سبحان الله، هذه البذرة شالوها ذراعها في كل حتة، ما نجحت إلا في حزام الصمغ ده سبحان الله. فلذلك دي من الميزات، أيوة ميزات ربنا سبحانه وتعالى عليها. فالكواليتي دي العالم كله بيتهافت عليها. ليه؟ لأنه بيدخل في صلة بالنسبة لهم مهمة جدا، زي المياه الغازية، البيبسي كولا والكوكولا، زي الطعام. الآن أصبح الأبحاث الصمغ تطور جدا في الدخول في صناعة الطعام، صناعة الأدوية، ففي صناعة الأسمنت زي ما ذكر الأخ في التقرير. فأصبح الصمغ قاسم مشترك في كثير. وزارة هيئة الصحة العالمية قدروا ما حاملوا يعملوا مواد بديلة كيماوية خوفا من الانقطاع لعدم الاستقرار الانتاج لظروف عدة نتعرض لها بعدين، فشلت. فلذلك هيئة الصحة العالمية أوصت بالمنتج الطبيعي ولا بديل له، والكيماويات وضح بعد البحث أن عندها آثار جانبية. فلذلك ركزوا على الصمغ العربي، فهو حتى في سن الحصار والضنك أمريكا عرفت أن هي محتاجة له، قالت كل السلع تحت الحصار ما عدا الصمغ العربي، وكنا بنصدر لأمريكا، والحاجة الوحيدة اللي بنصدر لها قروش التجارة منا. نعم، وما زلنا نتعامل. هذه نمرة واحد. نعم، نمرة اثنين، الصمغ بتقسم لثلاثة أربع أنواع. الصمغ الأول هو المطلوب في العالم، هو صمغ الهشاب لنقاوته وميزاته. الرب سبحانه وتعالى جعل الخصائص بتاعته الكيميائية داخله، خلته هو يكون عنصر فعال في كثير من الصناعات. فبعدين في بعده صنع صمغ الطلحة، ده أقل جودة منه وأقل سعرا منه. بعدين بيجي حاجة اسمها الكاكاموت. الكاكاموت ده برضو بينتج جهة النيل الأزرق والمناطق دي. ده نوع من شنو؟ من ياتي برضو بس كل ده من أشجار مختلفة، من الطلحة ومن الهشاب وشجرة الطليح وشجرة كله. فدي دي أنواع الصمغ، كل له استخداماته، كل له وأسواقه ومقبول. الجوار ما ماشي معاه؟ لا، الجوار ده ملف ثاني. الجوار ده يعني نحن جبت سيرته، كنا من أكبر الناس المنتجين منه، شالوا مننا ودوا الهند، نجح في الهند، نحن أهملناه والهند هسه دلوقتي احتلت محلنا. نحن هسه عندنا حاولنا نعيده ثاني، وأنا حاولت زراعته وصدرته. وبعدين الجوار من ميزاته اللي بتشجعك، يعني لما تطلع هو بيطلع في شجيره صغيره زي الحبه بتاعت قدر حبه العدسيه. طيب، اي جزيئه في الشجره دي عندها ماركت، عندها قيمه سوقيه عاليه، لانه في افضل علف للحوم، افضل علف للدواجن، افضل علف للالبان. ده
النفو النفايات أما أصله هو ذاته هو بيطلع بعد ذاك بعد ما يتقشر ويتطحن ويمشي برا يدخل في صناعة الحفريات، يدخل في صناعة البترول، يدخل في صناعة الغاز، يدخل في صناعة السلاح. شفت عجيب عجيب. أيوة نحن خلينا ناخذ الجانب ويدخل في صناعة البهيات ويدخل في صناعة البهيات بأنواع ومشتقاتها ومن أفضل المحسنات للخبز بدل البروميد البوتاسيوم مبالغة أيوة والآن حتى الصمغ بتاعته على شاب ده من أفضل ميزاته هو محسن للخبز طبيعي الخبز وكل المخبوزات وحتى الحلويات شفت كيف فلذلك دي ربنا دي ميزة حبانا بها الله سبحانه وتعالى ونحن مفروض بالحمد والشكر والتطوير الآن كان نسود العالم بس بالصمغ ده لكن للأسف الشديد بعدين بنجي في السياسات وأسباب الدمار. طيب إنتاجنا من الـ من الـ من الهشاب ما كبير لكن نوعي بين 30 إلى 40 ألف طن في السنة في السنة وإنتاجنا من الـ من من الطلحة ما بين 60 إلى 70 ألف طن في السنة. الإنتاج ده الإنتاج المدني نحن ممكن ننتج قدر ده أربع مرات لما نجي من الهشاب ولا من الطلح الاثنين لما نجي بعدين بنفصل في اسباب المشاكل اللي خلت الانتاج بدنا شنو بنرجع لهم. طيب. الازهار المحليه في السوق بنشتري منها عندنا سعرين سعر في بدايه الموسم زي الليله سي الموسم فتح له ثلاثة يوم سعر الموسم الاسواق البورصه الحلال انتهى الجميع والانتاج طلع للسوق انتاج ممتاز جدا متوقع موسم ممتاز بيبدأ هذه بيدخل المضاربين المضاربين من البنوك البنوك عندها سيولة فشلت في أنها تمول الناس فشلت في أنها تدير شغلها تقوم تدخل تشتري كميات ضخمة جدا تضيق الخناق على المصدرين وهي ما تصدر تقوم تنتظر في آخر الموسم السعر بيتضاعف مرتين تجي تبيعوا لنا نحن ذات المصدرين تضيق علينا الخناق إذا ما قابل هذا الأزهار الداخلية إذا ما قابلته ارتفاع أزهار خارجية بتبقى المسألة في غاية الصعوبة وحصلت لنا في موسم المواسم هم رفعوا الأسعار وبر الأسعار ما ارتفعت بنفس المستوى فبذا بخلي يقول لك الليل الموسم ده المنتج بايت طبعا الصبغ من ذاته حصل له كسات ايوه بيبعد ما يطلع الا لان هم ذاك بيخزنوا الصبغ ده من السلع اللي تحمل تخزين 10 15 سنة عجيب وما بتجيب أي حاجة ما تبوظ يمكن بعدين يمكن تغير لونه وفي اللون ده عنده له معالجات عشان يرجعوا زي ما كان فلذلك اللي بيمنعكم انتم شنو تشتروا انتم ذاتكم زي ما هم بينزلوا على الارض يشتروا من المزارعين مباشر التمويل دي واحده من المشاكل الكبيره توفر السيوله في الزمان والمكان المحدد دي واحده من المشاكل الكبيره القدره على المنافسه مرات السعر بيكون مزاد قدر ما الزاوية بزيد وبزاوية ده عنده قروش فايضة الآن في أشياء حصلت تقلبات في السوق يا استاذ عثمان وانا حكلمك عنها بشجاعه وبوضوح اصل الموسم ده والموسم الجاي وحصلت في السمسم وفي الفول وفي الصمغ وفي كله هوريك لها بالتفصيل ان شاء الله فخلينا نمشي لك في الاسعار طيب فدي الاسعار قلنا من 1500 ل 1600 ل 1650 في اخر الموسم وفي بدايه الموسم بيكون باقل من ممكن يكون ب 950 ال 1500 دي في ليشنو؟ للقنطار 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 القنطار طبعا بعدك تجمع القنطار عشان تحوله لطنش ايوه للصادر ايوه طيب الاسعار العالميه الاسعار العالميه بتاعته بتصل يعني للقنطار للطن للطن بالنسبه للهشاب ما بين 2500 دولار ل 2600 الليله ب 2500 احنا بنعمل 2500 وبوريك دي الفرق بينه بعد شنو للطلحه بين 600 580 600 لغايه 650 ماكسيموم فرق شاسع بينه وبين لانه شريت الطلحه ذاتها ما هذا من 350 ل 400 ايوه فما هيك برضه نفس النسبه محفوظه صح ما هي حسب الكونتنس حسب مكونات الدائره المشتري واستخداماته للصمغ والمكونات الكيميائيه والفرق بينه بين الهشاب والطلحه. يا ريت لو كنت جبت معايا الكيميست كان يشرح لك بالتفصيل ووريك في ان شاء الله لقدام ان شاء الله. واضح. طيب فده بالنسبه للكميات المنتجه بالنسبه للاسعار. بالنسبه للمشاكل قبل ما نمشي للمشاكل قبل ما نمشي للمشاكل نعم ال- 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 الكميات المنتجه دي نعم دي يعني بنسبه كم استغلت المقدرات الموجوده على الارض؟ تقريبا هي لا تنفصل من السياسات ليه ما تقدر تتكلم لانه كل ما السياسات كانت مشجعه كل ما العائد كان
أطيب، كل ما كان التجارة على وش الأرض، كل ما السياسات كانت فيها تعنت وفيها ضيق، كل ما زادت نسبة التهريب، وكل ما طلعت الكنترول من الدولة، ولا تستفيد الدولة من عائدات صادراتها لأنها تتهرب إلى دول الجوار وتصدر من دول الجوار، والعوائد بتجي الفوائد بتاعتها بتجي خارج برا، ولذلك ما بتصهر في ميزان المدفوعات ولا بتصهر عندنا. يعني في دول جيراننا بتصدر من سلعنا وهي ما بتنتجها. سمعنا قالوا كده وده واضح بالكميات معروفة. وبعدين بيقولوا صمغ شنو طيب؟ بيقولوا صمغ سوداني ولا صمغ؟ المشتري البر ده هو بيعرف، بيعرف انه ده الصمغ السوداني والمصمغ الان، لكن ما شغلته انه جاي عن طريق مين؟ المشتري بيجي بعد التحليل ما بضاعته تشحنها بقفلها، بتجسس الناس نظام السامبلينج اللي عملوا لنا، كل 100 شوال عندها شهاده تحليل مفصله وعندها سامبلينج براو، حتى لو في باتش ساقطه او خلطت او سقطت لما نجي يقول لك البضاعه الفلانيه الباتش الفلاني من الشوال رغم كذا للشوال رغم كذا في عجز في كذا وخطا في كذا وخطا في كذا. هاي دقيقه جديد الابجه منتهى الدقه. فهذا المساله تطورت كثير والمستهلكين بيقوا ما بعدين اتبنت جسور من الثقه. يعني هسه بنشتغل مع كبريات الشركات العالميه، شركات امريكيه وشركات المانيه وشركات فرنسيه وشركات ايطاليه، بنودي اليابان بنودي الهند. فدي كلها انت كل ما كان معاملتك برا وبتحضر المؤتمرات البر. هسه الان نحن عندنا فريق في المانيا بيحضر في مؤتمر للصمغ العربي في العالم الان كنت متواصل معه، تابعت تواصلت مع بعض. ايوه شفت كيف ودول بيجوا منه؟ بيجوا مصنعي الاغذيه، بيجوا منتجي الناس اللي بيشتروا موردين وبيلتقوا بالمصدرين مباشره وبيتداولوا معاهم المعلومات الفنيه وكله. وده اللي بيخلينا نمشي طوال نسال، انتوا باعتباركم بعض الجهات المصدره. نعم. وده بخلينا نتساءل عن يعني هم مينون المخول لهم بانهم يصدروا؟ الشركات بس ولا الحكومه خاشه معاكم ولا في ناس ثانيين؟ الحكومه ما قاعده تصدر خالص. اللي بيصدروا هم الناس. اي زول بيملك سجل مصدرين وعنده مستوفر شروط الصادر وعنده سجل تجاري وعنده عضوية الغرفة القومية للمصدرين وعنده حسابات مصرفية وعنده زباين بيمشي في الصادر ده، ولا في دول بيقول لك الثلاثة كم، والناس معروفين طبعا محصورين. تبقى المنافسة منو بيصدر كم وده بصدر كم وده بصدر كم. طيب فالناس اللي في الطب الكبار هم الناس اللي بيتعاملوا مع الشركات الكبيرة بمنتهى الشفافية بمنتهى الصدق. لكن واحدة من أكبر المصايب الدخلتنا الجديدة دخول تجارة الأجانب، ودخلوا يشتروا في محاصيلنا بالجنيه السوداني مباشرة. لما ضيقنا عليهم الخناق في الغرف اتضح أنهم سودانيين، والآن يتحدث دقيقة أجانب كيف وسودانيين كيف؟ أيوة أنت لو جبته لك هنا بتعرفه أجانب، لكن إذا كان عنده رغم وطني عنده جنسية سودانية يبقى سوداني له ما لك وعليكم عليك. لكن أنا في نظري ده ما سوداني طبعا، واقع الحال ما سوداني، لكن أنا جنسية سودانية بقرار سياسي بلجوء بأنه قاعد. لا ما خلاص، شوف هو لو حصل على الجنسية السودانية نعم هو أصبح سوداني. نعم. لكن وبما أنه هو أصبح سوداني له ما للسودانيين وعليه ما على السودانيين. صحيح تفهم صحيح معي؟ صحيح. طيب لا لكن هم لما دخل البلد ما دخل كسوداني، هو دخل البلد كلاجي أو دخل البلد كمستثمر وغنوا الاستثمار لا يبيح له التجارة، لا يبيح له الاستثمار في الغرض من أجل خصص. طيب ومنح بيها والامتيازات الاستثمار. لكن ده تغول. الملف ده احنا فتحناه في غرفه المستوردين قبل كده واسمه تجاره الاجانب. ودي مشكله ضخمه جدا، وصلنا واتقفل الملف بانه معظم الناس تجي لهم عملوا نحن عندنا خلينا الموضوع ما تنسى كلامك ما عايزين. لكن ده انا اقول لك الان الان في صينيين في اسواق المحاصيل. الان الليله انا بتكلم مع مندوبنا اللي بيشترينا من الغريش قال لي والله الصينيين اللي خلوا لنا حبه فولة لخلونا حبة كركدة ودخلين في الصمغ. حتى لو كان هذول الصينيين ده السودانيين ما حاملين جي طبعا احنا عندنا دكتور بابكر محمد توم في حلقة من حلقات البرنامج ده نعم
أشار إلى أنه في بعض الأجانب بدون ما يذكر جهة معينة أنهم مستأجرين سجلات تجارية للسودانيين، وإذا كانت الحاجة دي واقع تبقى المصيبة هنا، ومفروض يكون في تفتيش للسجلات التجارية. أي سوداني عنده سجل تجاري ما مستخدمه أو مؤجره أو قاعد يتلاعب به ومفروض يتقلع منه ويتحاكم. هم السجل التجاري ده ملف طويل وشايك، والسلطات فايد عرضانا، كان الأمن الاقتصادي، كان وزارة التجارة، كان الغرفة التجارية، كان البنوك كده، وعندهم أساليب وده شغلهم براهم. وأنا لا أريد أن أخوض في مسائل ما عندي لها مستند، لكن هذا هو الواقع. طيب انت زوركم قال لك الصينيين اشتروا ده، شافهم بيعينوا في السوق اي، والسلع من السوق فيها ندرة بسبب وجودهم؟ لا لا، السلع ما موجودة، هي معروضة. هم تعرف مشكلة شنو؟ ما هو بيدخل مضارب، بيدخل مضارب وبعدين بيصدر، لكن معظم الناس زي ديل عوائد صادره ما بتجي. ما هو اذا كان اشتري بالعمله السودانيه ما هو كده. احنا بنرسل رساله للمسؤولين. دي واضحه جدا. واتوقع انه الاجهزه الامنيه بكافه انواعها يجب ان تنتبه لهذه المساله، ان يشتري اجنبي سلعه سودانيه بالعمله السودانيه ثم يقوم بتصديرها ليحصل على العملات الحرة بسبب هذا، أعتقد أن هذا هو إهدار للمقدرات وإهدار أيضاً للطاقات الناس. وهو في واقع الأمر مفروض يتحاسب. تقريباً ما في سوداني بيسمح له أن يعمل مثل هذه الأعمال في بلد تانية. وبالتالي لا ينبغي أن يستغل الإنسان السوداني ومقدراته من قبل الأجانب الذين جاءوا في هذا الوطن من أجل أن يخدموا، من أجل أن يفيدوا ويستفيدوا. نرجو أن ينتبه الناس لهذه المسألة، ونرجو أن تصل الرسالة لكافة الجهات على أعلى مستوياتها. تفضل أستاذنا. شكرا أستاذ عثمان، أنا أحييك وأحيي الشجاعة اللي طرحنا بها النقطة دي. الآن الأسواق اتفتحت ودم موسم، أين الأجهزة الأمنية الاقتصادية بكافة مستوياتها؟ لماذا لا تنزل إلى الأسواق للتأكد والتحقق من مشتريات الناس؟ وحتى إيه الناس المشترين اشتريت لمنو وخزن لمنو ووشي وين وصادروا شنو؟ ده من الأشياء اللي بيخلي أنه الأسعار في البورصة تكون هذا، وبيكون بيصف السوق بالنسبة للمصدرين بصفة خاصة. واحد طيب، من المشاكل الكبيره جدا، نمشي للانتاج بعدين نمشي للسياسات. اي حنمشي للفاصل، هنا احنا حناخذ النقطه اللي اثرتها او حتى نقطه اخرى، لكن كل ذلك عقب الفاصل. فاصل بعده نعود لنواصل حديثنا المؤلم الممتع في آن معا، وخليكم معنا. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام ومشاهداتنا الفاضلات، نعود إليكم بعد أن توقفنا لهذا الفاصل القصير، ونذكر بأننا نتحدث عن إسهام الصمغ العربي في توفير العملات الحرة، ونستضيف لمناقشة هذا اللقاء داخل الاستوديو الأستاذ دفع الله عبد الله، نائب مدير شركة أم القرى لتصدير الصمغ العربي. ونذكر بأنه إن أردتم الاتصال بنا فالأرقام تظهر على الشاشة، نحاول أن نستقبل بعض مكالماتكم وإن قلت لتسهموا في هذا الموضوع. مرحبا بك أستاذ دفع الله. مرحبا. وأنت كنت تتحدث وأنا قاطعتك. لدينا نقطة مهمة جدا جدا، إن لم يكن لديك ما يعني ما تذكره من مهام، خلينا نمشي لنقطة ثانية. نعم. يعني الصمغ اللي انت تكلمت عنه بالهشاب اللي هو الأنقى نسبته أقل، والطلح اللي هو نسبته أقل جودة ولكن أقل سعرا ولكن المنتج منه كبير. كل هذه الأنواع من الصمغ، يعني ما المقدار الذي تدخله أو تسهم به فيما يتعلق بتوفير العملة الصعبة في السودان؟ والله في الوقت الحالي حسب السجلات الرسمية لا تتعدى 60 إلى 70 مليون دولار. فأفضل الظروف كانت حوالي 2 مليون دولار، لكن إذا عولجت السياسات هذا الصمغ العربي يستطيع أن يقفز إلى 300 إلى 400 مليون دولار. مليون يعني أكبر
قدره ممكن تقول 100 مليون دولار. نعم نعم 100 مليون نعم دولار. نعم طيب نعم ممتاز. وهو متذبذب لانه طبعا التهريب موجود، الاحساس بالضيم موجود، دول الجوار هسه بتصدر بسمونا ذاته. سؤالي هنا، انتوا كشركات امبارح في الذهب قلت انتوا بالرقابه اللي مشدده عليكم نعم ما بتخلوا ما عندكم امكانيه انكم تهربوا. نعم نعم الكلام ده لكل الشركات. نعم هنا للشركات الكبيره الشركات الكبيره. نعم. هنا يعني من ممكن يهربوا بغض النظر عن انكم انتوا الصمغ العربي؟ الصمغ العربي اول حاجه موجود في الخلع. طيب الدوره المستنديه بتاعته من الطقه من الشجره بيجمع تاجر معين. التاجر المعين مفروض يلم الصمغ بتاعه ده يجيبه السوق اللي هو البورصه. طيب من البورصه بتقيد هنا ده بيدخل في الـ في الـ في السجلات في السجلات. طيب بتعرف اللي اشترى منه ماشي وين، بيجي يتحصلوا عليه والجبايات وبيديله ورق ترحيل والمناطق مقفله. طيب لكن الصمغ اللي بتهرب من الحلال ما بيجي حتى ايدي السوق، المحصول المعني سواء كان في الابيض او في النهود او في غبيش او في مناطق الانتاج، الاسواق دي كلها الاسواق المركزيه، ده من الحلال ولغادي. ما من الحلال هو عشان يطلع ما لازم يجي يخش المدن. ده بيجي المدن دي، اما بيجي المدن ده جاي البروبر، ده الماشي عبر القنوات، بيجي الاسواق، من الاسواق بيجي المدن، من المدن بتجهز حتى يمشي الصادر، حتى لو تخزن بتخزن في المدن سواء كان مدن اغليميه او مدن عاصمية او مدن في ساحلية. لكن التهريب ده يبتدي من مناطق الانتاج ولغادي. خلينا نستقبل مكالمة. نعم. ونشوف انه بيتهرب ليه. السلام عليكم. عثمان محمد الحيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الله يجزيك الجنة يا رب، تفضل. والله عثمان بحييكم بحيي البرنامج ويمين المتابع والله برنامج. الله يخليك، نحن سعداء بمتابعتك وبجد يعني اسعدتنا، تفضل. معك ابراهيم محمد من حافظة الجزيرة. الله يبارك فيك، تفضل. والله يا عثمان برنامج شو برنامج فيه ما شاء الله في كلام والله، اما ده كله كلام ده والله صح يعني هو حقيقه. وبعدين بالنسبه للمحافل دي مسؤوليه الدوله، لانه حتى اننا في جامعتنا دي يا عثمان البن ما بيجي كده عشان تزرعه هنا، البن ده بده سخانه عشان ما يتزرع هنا. ايوه. لانه المفروض المحافل نحن عندنا هنا في السودان مفروض مسؤوليه الدوله ياخذ اي حاجه عشان ما يتزرع هناك. الناس اللي بيجي يشتروا ديل يعني نحن بنصدر نحن تصديرنا او لما يتهرب بيتهرب خام ممكن يستفيدوا منه ممكن يعملوه زي ما هم دايرين. دقت جعانه لانه المفروض الدوله تكون هي مسؤوله من الكلام ده. الله المستعان. الدوله المفروض تكون مسؤوله. تكون طيب. مسؤوله هي. ايوه. الله يخليك، تسلم يا ابراهيم، شكرا لك. بارك الله فيك. شكرا. أخونا إبراهيم ضرب مثال. نعم. قال البن اللي بيجيبوه لنا ده بيجيبوه لنا وما ما ممكن نزرعه، مع نحن طبعا حتى بغض النظر عن إنه هل المناخ بتاعنا بيسمح لنا ولا ما بيسمح. نعم. هو نعم. بيقول إنه أنت عندك حاجة بتمتاز بها فأنت حتظل محافظ على ميزتك. صحيح. ميزتها عندك. صحيح. حتى لو تمنع زراعتها في مكان آخر. صحيح. إحنا صحيح. إحنا ما مع المبدأ ده، لكن كدي الناس لا، المبدأ ده مبدأ أصيل. أي دولة مبدأ اقتصادي اقتصادي وعلمي. أي دولة ربنا حباها بمنتج هي عندها مع الدول الثانية ما عندها بتحافظ عليه وبتمنع طلع بزوره شتوله عشان ما يتسرى. أديك مثال الهند. الهند ربنا حباها بشجرة بتاعت الصندل، تطلع منها عود الصندل، تطلع منها زيت الصندل، تطلع منها كمية من الزيوت والروائح. ودلوقتي ما شفنا دولة بيجوبوا هنا شجر بيحرقوا به والموتى بتاعنه كله، لكن شتلة العقوبة الإعدام. أنا طبعا قلت لك إحنا ما بنتكلم مع المبدأ مش من ناحية اقتصادية بس. نعم. يعني من ناحية بتاعت أخلاق إنسان مسلم وممكن الخير يمشي ينتشر للآخرين. لكن خلينا نتكلم عن الجانب الاقتصادي الأقل. صحيح صحيح. ده 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 أنا ضربت مثل بنطلع ليا بنطلق على الجوار، بنطلق على كثير من السلع اللي هي دولة بتكنكش فيها وما بتخليها تطلع برا عشان ما يحصل في هذا. بالرغم إحنا عندنا علماء ممكن يعملوا ده ما موضوع الدولة. نعم نعم نعم. على المدخرات الخاصة يعني. نعم نعم نعم. طيب نمشي لنقطة ثانية. اللي انتوا التصدير ده بتم كيف للصمغ؟ وده بخلينا طوال نمشي يعني هل بتصدر خام بتطحنوه بيحصل عليه شنو؟ طيب
كخلفية صغيرة برضو زمان لما أنشأت شركة الصبغ العربي كشركة مساهمة عامة وإحنا كنا مساهمين فيها ومن أكبر المساهمين فيها قبل ما ندخل في صدر الصبغ كل جهدنا كان مصب بأن ننجح الشركة. طيب ومساهمين فيها وصلنا ملايين الأسهم عندها. الدولة كانت أدت حماية لشركة الصبغ العربي باعتبارها واحدة من الأذرع القوية للاقتصاد الوطني. طيب ومنعت صادر الصمغ الكعكول العادي بشكله العادي إلا لا هي، والعالم برا ما كان بيقبل مننا أي صمغ معالج إلا عن طريق الصمغ العربي، فلذلك هي إلا عن طريق الشركة أيوة اللي هي عندها الحق الوحيد. طيب فلذلك هي كانت مسيطرة على الأسواق كلها. هي أخفقت وراحت الشركة إلى أن بيع مبانيها بسبب بيروقراطية الأفندية، وراحت شركة من أكبر الشركات في العالم كانت ممكن تطفر، وشركة بدأت فيها أنها تعمل أدد فاليو تعمل قيمة إضافية، يعني فكرت في تصنيع الصمغ بدل ما أصنع خام ممكن كانت تصنعه وتوديه بودرة ويتباع بعشرة أضعاف السعر من بيعه به، وهي عندها المقدرة وعندها المعرفة وعندها التقنية. لكن للأسف الشديد انهارت الشركة تماما إلى أن إحنا حقنا كله تبخر فيها لغاية ما باعوا رئاستها مبانية بعد. طيب رجعنا نحن عشان نتحايل على الكونسيشن او الامتياز الممنوح للشركه دي ونحاول نورث زبائنا او ندخل السوق، فعملنا ما يعرف بتصنيع الصمغ العربي، هو تصنيع اسمي يعني بندرش الصمغ دي وبنصدره شكل بتدرش بتطحنوه بشكل خشن خشن لكن ما بالصوره هم مرب على ثاني. وعندنا عندنا عندنا اصل الوقت هنا مجمع ضخم جدا في سوبا بنجمع عندنا خط نظافة عالي، كنا بنشتغل البنات شغالات باليد الفرز النظافة اي النظافة طلع اللحى والتراب كله ده النظافة طبعا ده لانه بيور. طيب الروبين ما بيتلعبوا في المسائل دي، فالاسف الخط اليدوي شغال والخط الالي شغال. بعد ما ننتهي من النظافة بنمشي الطواحين، الطواحين ما بتطلعوا بودرة بتطلعوا زي دراش بنقوم نعبي في شوالات 20 كيلو او 25 كيلو حسب الطلب. الان غيرنا لحاجه اسمها البيج باك، الشوال الواحد بيشيل 2 طن 2000 كيلو، ودي جاب المنتج من برا وانا بعمله بستفه برجع يعني بناء على رغبته هو طبعا ما هو المشتري. طيب اسي كده ده يعني لما انت السمغ تدرشه زي ما انت قلت نعم تصدر ما فيش ادد فاليو هنا الفائده شنو من اللي انت عملته؟ لا لا انا بس انا وديته له زي ما هو عاوز. اما هو العمليه هو طبعا بعدين اللاج عنده نوعين من الصمغ، في نوع اسمه الميكانيكال اللي هو ده بيطحنه بودره ميكانيكيه، وفي السبراي السبراي دي الرزاز بتاع الرزاز زي الصبغ الرزازي دي بعد ما يتذوب ويبقى مويه والصفة من اللاي بتعرض لدرجه حراره عاليه ودرجه تبريد عاليه وبعدين بالطحين حتى يبقى الصبغ الرزازي اللي هو ده لو ذوبته في الكوبايه دي لا في لون فيه بيتغير ولا طعمه بيتغير لكن القيمة الغذائية محتفظ بها كاملة. وده الدائرة والدول المتقدمة عشان كده يدخلوا صناعة الشوكولاتة والبسكولا وانتوا بتعملوا الحاجة دي هنا؟ نو دي تقنية متقدمة جدا، إن شاء الله في المستقبل في خططنا مفكرين نمشي في الخط ده. الآن في ناس اسمه داود جابوا خط عشان يشتغلوا الشغل ده لكن لسه ما بدوا واحتمال يمشوا فيه لقدام، لأن مفكرين فيه، بدينا في الدراسات بدينا في الأبحاث بياخذ وقت من الزمن، داير تمويل عالي، داير تقنية متقدمة، داير رأس مال يعني لسه لا في ذهننا موجود وملف شايلين من ضمن الملفات اللي شغالينها. يعني هسه الجديد في موضوع التصدير ده انكم شوال واحد تشيلوه 2 طن ولا نعم نعم ما ده عادي اسمه البيج باك كل الناس شغالين بها. فدي عشان تسهل المناوله، ما بمشي يلاقي الشوال ده بتفرغ طوالي في المصنع في الكاتشر بدل ما يمشي شوال شوال، وده بسهل علي السامبلينج بتاع الكواليتي بتعمل كواليتي الحاوي بتتكلم بمصطلحات عاليه جدا. معلش لا معلش عشان اللي هي الجوده الجوده فالجوده دي لانها مثلا الحاوي بشيل لها 400 شوال بدل ما اعمل فيها لكل 100 شوال اعمل لهم يعني درجه في في في, في الجوده فهنا بخليني الحاوي من دي بتشيل 10 شوالات بدل ما اعمل لا لا واضحه بالظبط دي بتسهل عليكم وبتخلي الشغل يكون سريع سريع. نعم طيب الدولة في الآونة الأخيرة اتخذت مجموعة من القرارات والمناشير اللي مفروض تصب في مصلحة طيب الوطن ككل. طيب ما الذي يعني أو يلي الصمغ العربي؟ تمام خليني أنا في الأول أقفز لك للإنتاج ومشاكل الإنتاج. طيب وبعدين نجي ندخلين للقرارات المشاكل بتاع المشاكل في الأزعاج اتفضل وبعدين ندخل على القرارات اتفضل. طيب
بالنسبة للإنتاج، واحدة من أكبر مشاكل الإنتاج هو إضمحلال الغابات وعدم زراعة الشجرة المقطوعة بديل لها. في شجرة بيقطعوها وبالتالي المفروض تزرع واحدة بدلها، أو لو ما زرعت البدلة ما يقطعوا الوقفة، الاسم القطع الجائر للغابات. دي واحدة من الأشياء اللي بتهدد المحصول الوطني القومي. اثنين، ده البقطع ده اللي شنو يعني للرعي ولا فحم ولا شنو؟ كان فحم، كان داري يوسع الوطي زرع محاصيل، كان جهلي طبعا. وبعدين حوية. فلذلك نحن نرجع تاني نجي للسياسات. لو الدولة صرفت جزء من عوائد الصمغ في مناطق الإنتاج عشان تخدم الإنسان المنتج في منطقته، هو ما بيقطع الشجر عشان يستفيد منها، بيرعاه وبيحافظ عليها. لكن لما هو الدولة ما ادته حقه وهو ما لقى، وقدامه الشجرة دي ممكن يقطعها، ممكن يحرقها، ممكن يبيع فحم، ممكن يبيع حطب، ماله مالك الجاكيت الخرطوشة تصدرها، داير حاجة يستفيد منها. ايوه ووقت قدامه الان يا اخي، داير زمان في الخلاقة طلع عمود التليفون باعه. دي قصة معروفة طبعا. طيب فنقولنا القطع الجائر، عدم الإحلال والإبدال، دي من المشاكل الرئيسية. جاتنا آفة جديدة، هجرة العمالة الماهرة المدربة من قطاع الصمغ العربي إلى قطاع التعدين. بيفتكروا هناك الغنى هناك، ما هم بتعبتوا ذاتكم، عندكم أساطير موجودة يقول لك واحد جاي بعد شهر مش اشترى زيت واي وزيت إيس والحاجات دي. نعم الحاجات دي بتخلي دي ما تخلي زول ينوم أصلا. دي واحدة، نعم نعم سيد عثمان، دي واحدة برضو. فالعمالة، هجرة العمالة دي. طيب التمويل تمويل منه؟ التمويل من البنوك للمصدرين وللمنتجين. المنتج يعني داير برضه بيحتاج لتمويل؟ كيف بيحتاج لتمويل؟ نحن مش عاوزين نزرع غابات، مش عايزين ياكل، مش عايزين نشرب، مش عايزين اولاده يتعلموا، ما داير خدمات صحيه في منطقته. فده ده عشان كده ده شغل الدوله. ده طيب. شغل الدوله في البنيه التحتيه. طيب. قبل ما نمشي للتالي بعد مشكله التمويل دي، معانا تليفون. أيوة. سبنا سلام عليكم. الو سبنا سلام عليكم. وعليكم السلام. الله يخليك، تفضلي. اولا في البدايه دايره احيي الضيف الاستاذ دفع الله، وحي برنامج طيبه، الحلقه قويه جدا، الله يجزيك الخير. وتحيه خاصه لضيفنا الكريم الاستاذ دفع الله، بيتكلم بموضوعيه ووضوح، معلومات قيمه، وهو برضه قوه ايضا. شكرا استاذ، شكرا جزيلا. الله يسلمك. عايزه أزال، انا قريت عن احصائيه سبتمبر 2017 انه نسبة تهريب الصمغ العربي 40% من الإنتاج. هل الكلام ده صحيح أو لا؟ طيب 40% تهريب. نعم. طيب نعم. طيب في حاجة تانية، سؤال تاني؟ لا شكرا جزيلا. طيب شكرا جزيلا، شكرا سبنا. طيب شكرا يا أستاذة. أول حاجة دار أضيف حاجة برضو من خلفيتي المهنية. أنا جمركي قبل ما أكون مدير الشركة دي، التهريب ما عنده إحصائيات اطلاقا. ليه؟ لان هي تجاره غير مرئيه، ما انت لو ممارسه في الخفاء، انت ما يوم هو انت بتقدر تطلع النسبه من وين؟ ما انت في يوم من الايام لما ما يكون في تهريب واضح، نعم بيزيد، بيتصل عندك، بتشوف انك انت كنت بتنتج كم والان العجز كم. ما هو التهريب لو الاحصائيه عرفت الانتاج ذاته في دي كله جه السوق. أيوة. ما هو مصدر المعلومه الاساسيه وين؟ هي الاسواق. المحصول ده مرق من الحلال، من شيخ الحلة، جمعوا تاجر صغير، يجمع تاجر كبير، جاني في الأسواق. طيب بديني الإنتاج كم؟ بديني الصادر كم؟ بديني قاعد وين؟ لكن التهريب ده من الحلال، لا جاني لا عديته، ومن هناك وكسح مرق برا. بالتالي يعني الأرقام دي، الأرقام دي ممكن تزيد أو تنقص. أيوة. تقديرية. فصحيح. طيب الأقرب للصواب شنو؟ والله أنا في رأيي أكثر من المبلغ اللي قالته، أكثر من 6 من 40%. أكثر من 40%. ولأن نحن عارفين، لأن احتياج السوق العالمي كبير. والسوق العالمي الضمان ما يعني الطلب في السوق العالمي ما نقص. لكن بيظهر وين؟ الناس زي الأستاذ سلمى بوعيها وحيها، أن بالتالي تظهر مثلا لو دخلت في الإنترنت تلقى شات مصدر صمغ، تلقى الأثيوبيا مصدر صمغ، بتعرف الانتاجيه بتاعتها كم وصدرت بكم. هنا طبعا ليك بعض الخيوط
واللي بيبغوا يجاروا يفهموا. صحيح صحيح. فبتقدر حنرجع نخليك تكمل في التمويل. نعم برضو. نعم كواحد كعقبه. نعم التمويل قلنا. طيب لكن في اتصال للدال. نعم في اتصال. طيب في اتصال من المملكه العربيه السعوديه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا واهلا. الله يسلمك. بتكلم عن التهريب وما بتاع الصبغ العربي. ايوه. ليه هو شيء يهرب هو؟ لماذا يهرب مش كده؟ لماذا يهرب؟ يهرب ليه؟ لانه اساسا الدوله فارضة يعني جبايات او ضرائب ورسوم بتخلي الناس يهربوه من الغرة. عشان كده اي تهريب اي صادر على اساس انه يمشي في طريقته الصحيحه لو ما كان شالوا منه الرسوم والاشياء دي يجيب المناسبه حيهرب يعني. يعني انت الامين يعني انت بترى انه الدوله هي المسؤوله عن التهريب؟ لا لانه اساسا انا اشك. خلاص اذا هي وضعت سياسات اضطرت الناس انهم يهربوا فهي مسؤوله. ايوه لانه ليه؟ لا عشان ما يتهرب عشان ما يهرب عشان ما يهرب المنتج يعني وتشجيع للصادر. يعني انا اللي اذا كان عندي انتاج مثلا في الغابة او في اي مكان في الغرة زي ما قال. انا اشجع كيف الانتاج ده عشان يمشي لحد الميناء اذا كان من مكان الانتاج لحد ما يصل الميناء ما عليه اي رسوم. اي شخص بيتجمع في حته واحده لكن طالما انه عليه رسوم هنا في النقطه دي وعليه رسوم في النقطه الثانيه والثالثه ده السبب جدا لا لا لا. ده السبب الرئيسي يعني في التهريب اعتقد ما احسب رايك شخص يعني. ممتاز ممتاز. بنشكرك اللمين جزيل الشكر على اتصالك بنا من المملكه العربيه السعوديه. شكرا جزيلا لك. طيب نحن حنعلق على كلام اخونا اللمين. نعم. من قبل ضيفنا الكريم لكن عقب هذا الفاصل. نعم. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام ومشاهداتنا الطيبات. نعود اليكم بعد هذا الفاصل القصير. وكنا قد استقبلنا الأخ اللمين من المملكة العربية السعودية ويرى أن الجبايات الكثيرة على المنتج هي التي تؤدي إلى أن يهرب الناس منتجهم. مرحبا بك سيد دفع الله مجددا. علق على حديث الأخ اللمين. طيب. شكرا. حي الأخ اللمين لمتابعته وحي اللمين برضو على مداخلته القيمة. وحقيقة هي دي واحدة من خطر السياسات. ليه؟ لأن الدولة بتفكر في الجبايات الأولية سواء كان جبانه او عشور او رسوم محليه او رسوم عبور او رسوم سفر او رسوم غابات. نحن بندفع كميه من الرسوم في الطريق لا يمكن ان تتصورها. يا ريت لو كنت جبت معايا الايصالات عشان تعرف كل وحده حكوميه بتشيل من شنو. رغم القرارات اللي طلعت رغم الاجراءات اللي طلعت ما زلنا ندفع مبالغ ضخمه جدا للورق. طيب كل ما زادت هذه الجبايات ضيقت على منو؟ ضيقت على المنتج. ليه المنتج؟ لأن المنتج ما حاسي أنه الجبايات دي راجعة له. الجبايات دي لو رجعت للمنتج في شكل للمنتج صاحب الإنتاج الحقيقي في شكل خدمات واللي هي بدفعها أنا وهو كده كان الليلة هو ذاته اتبسط فهو داير يطلع. عشان كده بيزيد التهريب لأنه بده سعره برا السوق. وبالمناسبة برا السوق بده سعر لكن ما عليه جبايات ولا ضرائب ولا زكاة ولا 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 كل ده ما بدفعه لانه شايف انه ذاته محتاج الزكاه. والناس دي بيتعرضوا لظلم. زي ما قلت لك بطاقه الجمارك لا يمكن معالجه التهريب بالغمع ولا بالقانون ولا بالاعدام ولا بالرصاص ولا تستطيع ان تحمي الحدود. التهريب بيعالج بالسياسات الرشيده العادله ويعالج بالخدمات المباشره للمواطن عشان نبني جسور الثقة ما بين المنتج وما بين المصدر وما بين الدولة وده الجسر اللي بنعبر منه كلنا إن شاء الله. صفاء السلام عليكم. ورحمة الله. مرحبا صفاء تفضلي. مرحبا. الله يبارك فيك. والله أنا بشد ببرامجكم يعني جميعا شاكرين لكم. إيه الله. وإنتوا حاليا طبعا أنا بتتكلم عن الصمغ العربي يعني بالتحديد بتتكلم عن الصمغ العربي يا صفاء والمفروض أيوه. يوفر شنو من العملة الصعبة أو العملة الحرة؟ والله هو ما طبعا زي ما بقولوا هي سياسات وفعلا هي يعني سياسات لكن يعني حاليا نفسي في وجود الوفرة يعني الغلاء موجودة يعني
كأنها هي نادرة يعني. هسي يعني بضرب لك مثلا، مثلا بالذرة، الذرة طبعا في ذي الموسم شوال ب 520 يعني جزيرة، لحين انه هم بيقولوا ب 200 احنا حاليا يعني. يلا جبال لي دقيقة صباح، ما فهمنا كلامك. شوال الذرة الان عندكم في الجزيرة بكم؟ في ب 10 ب 520. 520؟ ايوه والله. ده اللي طبعا طابت. اي والله. لا الشوال الواحد ده اللي هو ما اي والله ده طابت. طابت 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 ايوه اي طابت ده ده نمبر 1 نعم في الجزيره المروي ودي حبه. يا اخي القمح طيب بكم؟ ايوه القمح بكم؟ القمح تقريبا قريبه بالنسبه لي. ايوه سووا بيسووا سووا قريبات من بعض سووا سووا. طيب وبقولوا 200 وين يا صفا؟ 200 بيقولوا بقى في الجزيره يعني. بتذكر يعني كان عندكم برنامج قالوا الشوال حاليا في الجزيره ب 200 جنيه يعني. ده كان قالوا التكلفه حالي. التكلفه في حدود 120 تكلفه الشوال الواحد، لما يباع ب 200 المنتج بيكون أيوة. خسران لانه بيكون كلها يعني بعد تعب وشقى حصل على 80 بالاضافه لمجموعه اشياء نفقات وكلام من هذا القبيل. ده كان صح قيل في هذا البرنامج حقيقه. يا ايوه ايوه يلا احنا 520 يعني. مجرد ما طلع كده انا كمان بشتري يعني، وانا ارمل يعني بشتري شوال، لكن ما قدرت اشتري وبقيت اكسر. بس يلا بس يعني احنا انا ده ارجع لك للبرنامج وبدايته. جات يعني مثلا بيكون في تهريب او في اجانب بيشتروا وبيصدروا. يلا انا خطر على بالي احتمال يكون الاجانب اللي بيشتروا ديل يكون عندهم يعني راس يعني انسان سوداني يعني هو مصدر، كل يكون صدره باسمه يعني. ليه البعيد شنو يعني يكون؟ يعني لا يعني هو السوداني هو المصدر، بينزلهم هم كعمال يشتروا له يعني مثلا؟ ايوه احتمال احتمال. طيب ما يشغل السودانيين وين المشكله؟ ما يشغل السودانيين والله. يا ريت لو كان سمعنا استمعنا لكلام برضه. ده احتمال واحتمال لا، واحتمال يكون هم فعلا في سوداني ما عنده ضمير باع لهم، فباع لهم السجل بتاعه واجروا لين. باي حال من الاحوال هي عمليه محتاجه لبحث وتدقيق. شكرا لاخوتنا صفاء، وكم تمنينا لو انها تحدثت حتى اكملت ما ارادت ان تقول. علق على حديثه ونمشي لنقطتنا لان البرنامج بفضل منه زمن بسيط يعني. نعم صار. الفرق بين كلام الاخ صفاء هو الفرق بين السعر عند المنتج والسعر بعد ما تتباع البضاعه 3-4 مرات وتحصل على جبايات وتصل لها هي كمستهلك مثلا. فهنا في مراحل بتاعت بيع. المنتج باع بسعر قد يكون البيت الباع ب 200 يتقرش التاجر، التاجر ثاني خط ربحه مشت لزول تاجر اكبر، تاجر خط ربحه ذاك دفع وهكذا. فهي بتكلم عن انه لازم السعر يكون هادي، بالذات السلع حقتنا بننتجها وضغوطنا. صح. طيب نكمل المشاكل لانك جيت قاطعناك فيها كثير. طيب واحده من دي المشاكل الابحاث والتطوير. ايوه أو افاق المستقبل. افاق المستقبل افاق المستقبل لابد من الابحاث والتطوير وتوسيع القابات وزر والاحلال والابدال للقطع الجائر وتقديم الخدمات المغريه لعامل الصمغ ليستقر في منطقه الحزام ومنطقه انتاجه. خدمات صحيه، خدمات تعليميه، خدمات معيشيه، تخليه يحس بانه ما محتاج انه يطلع منطقته دي عشان يمشي في الخدمه برا. فدي طوالي بتعدي بتعكس وين؟ في الانتاج والانتاجيه. بتزيد الشجره، بترعاها، انتاجيته بتزيد، بتعود له. نص انه انا ما قدمت له الخدمه المطلوبه هو ما بيقعد اول حاجه، وبالتالي الشجره اللي فيه بيقطعها ويفوت. وده السبب اللي انت شفته هنا، الناس اللي هجرت المهن بتاعتها الرئيسيه ومشت مهن هامشيه، سواء كان جو العاصمه او مشوا كبرى المدن. دي واحده. طيب لما نجي نعرض لوزاره التجاره من ضمن السياسات. قبل ما نمشي لانه احنا باقي لنا زمن بسيط، احنا بدنا نسال النقطه الجايه دي يا سيد عثمان. من اهم المراحل. طيب اتفضل. أيوة. دي جديد بسياسات السمك. ايوه طيب. بتربطه بالسمك 100%. طيب وزاره التجاره في مرحله التصدير بتضع حاجه اسمها السعر الاشاري، الحد الادنى من السعر. عشان هي تفتكر نفسها هي حتجيب اكبر عائد من الصادر، بتقوم تشد السعر لاعلى، وقد لا يكون واقع ولا قد لا يكون حقيقي. شفت كيف؟ مقارب السعر خارجي. ايوه اديك فور اكزامبل. الليله وزاره التجاره مغيمه سعر الطن للطلحه ب 900 دولار. في الاسواق العالميه على احسن الظروف بين 580 الى 600 دولار. بتجي تحاسبني انا على 900 دولار. انا ب 900 دولار دي بحاسبها كيف؟ انا بعتها ب 600. ال 300 دولار دي بجيبها من وين؟ ما بشتريها من السوق الاسود واوردها لك على الصادر كراعي في رقبتي، لانه انا مضيت على العقد. واحد
بخسر شنو؟ بخسر الفرق بتاع 300 دولار ده ما بين السعر الرسمي والسعر الموازي او سعر السوق الاسود. خليني حكايه الموازي واسم الدلاله مباشره. السوق الاسود. السوق الاسود. فانا بشتريها من السوق الاسود وببيعها للسعر الرسمي. يعني فور اكزامبل مثلا انا بشتري الليله الدولار ب 26 26 ونص ها وببيعه ليها ب 18 بسعر الحافز. فدي خسرتي في الدولار الواحد في 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 300 دولار في الطن، في 100 طن في كم؟ فده معناته امتص ربحي، معناته انا امشي الاخره. ندمج السجن دي واحده. الهشاب الهشاب اللي وزاره التجاره مسعيره الحد الادنى ب 2900 دولار. صحيح يمكن قد يصل، لكن الان وقع السوق ما بين 2500 ل 2600. شوف مثل الخسائر انا بتعرض لها. دي اشياء جوهريه لازم وزاره التجاره لما تيجي تحط الاسعار العالميه. العالم مفتوح اصبح قريه، الاسعار كلها في البورصه موجوده، والفرق بين السعر الاجل وسعر النقد وسعر الشحن الوقتي والشحن الاجل كله معروف. دي عندها سياسات وفي ناس المفروض المفروض يكون الحاجات تكون واقع. احنا وصلنا لنهايه الحلقه ونقعد معاهم عشان يحطوا لنا المسائل دي. تمام. عندك رساله؟ عندي رساله بالنسبه للسياسات. طيب انعكاس ده كله رسالتك لمنو اول شيء؟ الرساله بنك السودان نمبر 1، وزاره التجاره نمبر 2، وزاره الزراعه نمبر 3. نبدا بنمبر 3. رئاسه الجمهوريه ما عندك لا رساله؟ والله انا الجمهوريه مالي ومالها، انا بشتغل مع اجهزتها. دي ما اجهزتها جابوا منه، جابوا رئاسه الجمهوريه. ما اجهزتها دي اذا 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 حاجاتهم متضاربه كده ومتقاطعه. هم ما يستمعوا لكلامنا دي وينادونا ويحققون نحن تكلمنا صح وتكلمنا غلط. ايوه. وبالتالي تتحول الى قرارات وسياسات. رئاسه الجمهوريه خلاها في شغلتها. ما في نكس بيناتهم. طيب. انا ما كل شيء يجري بين الرئيس. طيب وزاره الزراعه والغابات مناضبيها عمل زياده الابحاث والدراسات لتطوير القابات والاحلال والابدال والتنسيق مع الولايات في ظل الحكم الولائي على انه توفر خدمات للعمال لجعل هذه المهنه جاذبه لزياده الانتاج والانتاجيه. طيب. اثنين وزاره التجاره، يا وزاره التجاره عليك الله خلي الكلام اللي بتعمله في ده، واخونا حاتم السير الوزير واخونا مدير الاداره الصادر، الاسعار اللي خطيتوها دي اسعار غير واقعيه لا تمت للواقع بصله. نحن وصلنا لهذه الحلقه. وكذلك بنك السودان، بنك السودان في مساله عوائد الصادر والتعامل بتاعها والسياسات اللي خدتها، زمان نحن كنا بندفع 10%. نحن وصلنا لهذا البرنامج حقيقه. بنشكرك جزيل الشكر استاذ ضفاء الله عبد الله، نائب مدير شركه ام القرى للصمغ العربي، شكرا جزيلا على كلماتك الطيبه. شكرا جزيلا عثمان، واتمنى انه المستمعين المسؤولين يستمعوا لكلامنا ده، ونحن مستعدين ينادونا في اي وقت يسالونا من الصف العربي ان شاء الله سبحانه وتعالى. وناتي لكم بالتوفيق. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام، وبنذكر باننا غدا باذن الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن اقتصاديات الهجرة المغتربين وما تصب به من مصلحة، ما تصب به على مصلحة هذا الوطن وإنسانه بإذن الله سبحانه وتعالى. ذلك كله هو غدا. حتى ذلكم الحين تقبلوا تحيات الفريق العامل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.